تعالى بقى نبدا التمارين على درس الساعه. قبل ما ابدا التمارين على درس الساعه اشوف القوانين بتاعتي اللي ما بين الوحدات. عندي وحده لقياس الساعه اللي هي اللتر. تمام كده؟ كنا بنقول اللتر كام ملي لتر؟ ها؟ 1000. يبقى اللتر 1000 ملي لتر. يبقى اللتر 1000 ملي لتر، يبقى مين الوحدة الكبيرة، اللتر ولا الملي لتر؟ ها؟ اللتر. اللتر هو اللي أكبر من إيه؟ من ملي لتر، لأن الواحد لتر بس، الواحد لتر بس معايا؟ قد مين؟ قد 1000 ملي إيه؟ لتر. يبقى لما أجيب واحد بقى لتر جنب واحد ملي لتر، مين اللي هيبقى أكبر؟ الواحد إيه؟ لتر. فعشان كده بيقول اللتر 1000 ملي لتر. قال لي اللتر ده هو بقى بيساوي الديسي متر مكعب. ده رمز الديسي متر ايه؟ مكعب. يبقى اللتر ده قد بالظبط الديسي متر ايه؟ مكعب. يبقى اللتر ده يا جماعه قد مين؟ قد الديسي متر مكعب. اللتر ده قد مين؟ الديسي متر مكعب. عشان كده بنقول اللتر ده يعتبر ساعة مكعب. ساعة ايه؟ ساعة إناء على شكل مكعب، طول حرفه أو طول ضلعه 1 ديسي متر. يبقى اللتر ده ساعة وعاء أو إناء على شكل إيه؟ مكعب، طول حرفه إيه بقى؟ 1 ديسي متر. 1 ديسي متر. طيب الملي لتر ده بيساوي 10، آسف، بيساوي إيه؟ سنتيمتر مكعب. يبقى الملي لتر قد السنتيمتر مكعب، اما اللتر قد الديسي متر مكعب. يبقى اللتر بقى بيساوي كام سنتيمتر مكعب؟ ها؟ 1000. مش اللتر 1000 ملي لتر؟ والملي لتر هو السنتيمتر مكعب؟ يبقى اللتر برضه 1000 سنتيمتر مكعب. طيب مش اللتر هو الديسي متر مكعب؟ يبقى الديسي متر مكعب كام ملي لتر؟ 1000. والديسي متر مكعب كام سنتيمتر مكعب؟ 1000 سنتيمتر ايه؟ مكعب. فهمنا العلاقه دي؟ تمام. يعني لو جه قال لي 5 لتر، 5 لتر بيساوي كام ديسي متر مكعب؟ اتفضلي. 5. لو قال 5.5 لتر بيساوي كام ديسي متر مكعب؟ محمد؟ 5 ونص. 5 وايه ونص؟ لان اللتر قد الديسي متر مكعب، يبقى العدد يبقى قد العدد. طب لو قال لي 7 ملي لتر، ده رمز الملي ايه؟ لتر، بيساوي كام سنتيمتر مكعب؟ اتفضلي. 7 ملي لتر. 7 سنتيمتر مكعب. ليه؟ لان الملي لتر قد السنتيمتر ايه؟ مكعب. يبقى العدد قد الايه؟ العدد. طالما الوحده قد الوحده يبقى العدد قد الايه؟ العدد. تعالى بقى نشوف الايه؟ الاسئله اللي هو جايبها لك. بيقول لي اللتر بيساوي كام ملي لتر؟ ابراهيم؟ 1000. تمام. طب يا استاذ الملي لتر بيساوي قد ايه من اللتر؟ مش الملي لتر اصغر من اللتر؟ يعني حته من اللتر؟ جزء من ايه؟ من اللتر. طب يبقى هيساوي قد ايه من اللتر بقى؟ هبه؟ واحد من 1000. او واحد على 1000. جت ازاي دي يا استاذ؟ مش انا عندي يا ابني اللتر ده اهو هو 1000 ملي لتر؟ يبقى اللتر ده 1000 ايه؟ 1000 ملي لتر. يبقى اللتر اللي عندي ده 1000 ملي. انا لما اقول الملي لتر بيساوي قد ايه بقى من ال 1000 ملي يا دم؟ بيساوي 1 صح؟ مش دم 1000 ملي؟ اللتر عباره عن 1000 ملي؟ اللتر عباره عن ايه؟ 1000 ملي لتر. انا لما اخد ملي لتر واحد اخدت ملي لتر من ال 1000. اخدت ملي لتر منين؟ يعني اخدت واحد من ال 1000. فعشان كده بقول الملي لتر بيساوي 1 على 1000. او 1 من 1000 اللي هي الكاس العاشر بالشكل ده كده. تاني بيقول لي الملي لتر بيساوي كام لتر؟ انا عندي اللتر كام اصلا؟ 1000 ملي لتر. فكان اللتر ده شالها وحط مكانها 1000 ملي لتر. انت تاخد كام ملي لتر من دول بقى؟ عايز ملي لتر واحد صح؟ يبقى انا خدت كام من دول؟ 1. انا خدت ايه؟ خدت 1 من كام؟ من ال 1000 اللي عندي. عشان كده بنقول الملي لتر بيساوي 1 من ال 1000 من اللتر. لإن اللتر ده مقسم لـ 1000 ملي
لتر، فهاخد منه ملي لتر ايه؟ واحد، فيبقى واحد على 1000. واحد تاني ممكن يجيبها بطريقة تانية، يقول لي يا أستاذ مش ده 1 ملي لتر؟ مش ده 1 ملي لتر؟ وعايز أحوله للتر؟ هاخد الواحد ده وبحول الملي لتر، صغير ولا كبير؟ صغير. معايا؟ يبقى أنا بحول الصغير أعمل إيه؟ احنا اتعودنا دايما احول الوحده الكبيره أصغر. الوحده الكبيره أصغر. بحول الوحده الصغيره أحسن. حول الكبير أصغر. حول الصغير تمام كده. فانا هنا بحول الصغير يبقى قاسم، قاسم ممكن بشرط الكسر وممكن بعلامه ايه؟ علم. قاسم واحد على كام بقى؟ لان ليه قاسم من واحد على 1000؟ طلعت واحد على 1000 اللي هي ايه؟ واحد من ايه؟ ها وصلت دي؟ اتفضل. غلط. زميلكم بتسال بتقول عادي ان انا احط واحد هنا بس، يبقى كان يقول الواحد ملي لتر قد الواحد لتر. يعني الواحد ملي لتر، الواحد السليم قد لتر ايه؟ سليم. واحد لتر يعني لتر ايه؟ سليم. هو الملي لتر يساوي لتر سليم؟ ها؟ ولا جزء من اللتر؟ اه. فعشان كده لازم كده في صوره ايه؟ كسر عادي او كسر ايه؟ 10. واحد من الالف. اشمعنى الالف؟ لان اللتر عباره عن 1000 ايه؟ ملي لتر. وصلت؟ تعال نشوف الايه اللي بعدها. 3 لترات بيساوي كام ملي لتر؟ لما اجي احل المساله زي دي الاول بقوم منزل العدد ده الاول 3. العدد عندي هو 3 انزله. واشوف الوحده اللي انا بحولها اكبر من الوحده الثانيه ولا اصغر؟ الوحده اللي انا بحولها لتر اكبر من ملي ايه؟ لتر. يبقى كده انا بحول الكبير. طب احول الكبير بعمل ايه؟ اقوم ضرب. ما هو التحويل حاجه من الاثنين، يا ضرب يا اسم. تحويل من واحده للثانيه يا ضرب يا ايه؟ بحول الكبير اعمل ايه؟ بحول الصغير هنا انا بحول الكبير اضرب. طب اضرب في كام بقى؟ 10؟ في كام يا منى؟ في 1000. لان اللتر 1000 ايه؟ ملي لتر. فاضرب في 1000. 3 في 1000 بقى بكام؟ ب 3000. بضربها ازاي؟ قلنا طالما بضرب بلم الاصفار اللي عندي كلها واحطها عشان تسهل عليا. عندي 3 اصفار هنا اهو حضرتك. واضرب بقى 3 في 1 بكام؟ تطلع 3000. واحد يقول لي يا استاذ على فكره انا عارفها كده، مش هو انت اللتر 1000 ملي لتر؟ يبقى ال 3 تلتات ب 3000 ملي لتر. باخده صح. يبقى اللي عارفها كده صح وخير وبركه 100 100. كده 3000. طب هنا بقى 27 لتر بيساوي كام سنتي متر مكعب؟ اتفضل. 27000. زميلكم جاب على طول. جاب على طول ازاي طيب؟ قال لي يا استاذ مش اللتر عندك اللتر الواحد ب 1000 سنتي متر مكعب؟ يبقى 27 ب 27 ايه؟ 1000. ما هو اللتر ب 1000 يبقى 27 لتر ب 27 ايه؟ 1000. وصلت؟ طب اللي مش عارف يجيبها كده نقول له نزل العدد وشوف الوحدة اللي انت بتحولها كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. يبقى اضرب يا قاسم. اضرب. حول الكبير. اضرب. حول الصغير. يبقى اضرب في كام؟ 1000. عشان اللتر 1000 سنتي متر مكعب. واحط بقى الثلاث اصفار. 27 في 1. 27 لفرد في 1 ب 27. طلعت فعلا 27 ايه؟ 1000. ندم؟ هنعمل هنا ايه؟ هنزل. اتفضلوا انت عارف. يبقى هي هتنزل العدد الاول اهو وتبص على العدد اللي هي بتحوله، اسف الوحده اللي احنا بنحولها. الملي لتر لقاها اصغر من مين؟ من لتر. يعني في نفسها انا بحول الصغير يبقى قاسم. يقسم بعلامه على صح؟ يقسم بايه؟ بشرط الكسر اهو. على كام بقى يا ندم؟ على 1000. لان اللتر الكبير ده اهو 1000 ملي لتر. طيب عايز بقى اطلع الناتج. بقوم واخد البسط كله واحط. الكلام ده بعمله امتى؟ امتى اخد البسط كله واحطه؟ لما اكون باسم على 10 او 100 او 1000 او 1 قدامه. بقوم واخد البسط واحطه وحاطط له بقى ايه؟ العلامه العشريه على حسب الايه؟ الاصفار اللي في المقام او الاصفار اللي في العدد اللي انا بقسم عليه. يبقى انا هنا حطيت البسط واحط العلامه على حسب الايه؟ الاصفار اللي تحت. كام صفر؟
ثلاث اصفار، يبقى احط العلامه بعد كام رقم؟ اما لو بقسم على 100 العلامه بعد رقم ايه؟ عشان ال 100 قدامها ايه؟ صفرين. طب لو بقسم على 200 اقول له لا اسمها قسمه مطوله دي، لان دي مش واحد وقدامه اصفار. الكلام اللي احنا بنقوله ده اهو، لما يكون انت بتقسم على عدد في واحد وقدامه ايه؟ اصفار. يبقى ابدا احط العلامه بعد ثلاث ارقام. تعالى بقى، واحد اثنين ثلاثه، احط العلامه. غلط غلط يا استاذ، لازم اعد من اليمين من هنا، واحد اثنين ثلاثه، احط العلامه. اصبح الصفر اللي على يمين الكاس العاشر ده بقى له لازمه؟ لا. يبقى ممكن ما نكتبوش معانا ونكتب اربعه صحيح و75 جزء من 100. يبقى الصفر ده خلاص بقى لناحيه اليمين ما بيأثرش في قيمه العدد، يبقى ممكن اشيله واكتب العدد اهو 74. طب لو سبتها كده صح؟ صح. بس ليه بقول لك دي؟ عشان احيانا بتيجي في الاختياري بالشكل ده كده. طب انت مطلعها كده وجاي لك في الاختياري بالشكل ده كده، هتكتب له دي؟ لان الصفر ده على اليمين ده ما بيأثرش في قيمه الايه؟ العدد. تمام. يبقى انا ممكن في الاول معايا اطير الصفر ده مع الصفر ايه؟ ده. ساعتها تبقى 475 على كام؟ على 100. اهو حاطط 475 والعلامه بعد رقمين، لان ساعتها هكون بقسم على كام؟ على 2. اهو حاطط العلامه بعد رقمين، واحد اثنين، واحط الايه؟ العلامه. طلعت هي دي. يبقى معروف ان دي بتساوي ايه؟ تعال نشوف المساله دي. عائشه 75 قسم العدد، اول ثلاثه اساس والثلاثه الثانيين ايه؟ آلاف. يبقى ايه؟ 750,000 ملي لتر. ده رمز الملي لتر. بيساوي 75 لتر. اتسرعت عائشة فغلطت. التسرع في امتحان الرياضة ما ينفعش. اوعى تتسرع وانت بتحل الرياضة. براحتك وهتخلص بسرعة برضه. بس اوعى تتسرع وانت بتحل ايه؟ الرياضة. أمال أعمل إيه؟ إحنا يا جماعة بنزل العدد اهو زي ما اتفقنا 750,000 وبحول الملي لتر، يبقى بحول الصغير ولا الكبير؟ الملي لتر اصغر، يبقى ايه؟ هضم ولا اسد؟ هاسد. على كام؟ على 1000. ممكن اقسمها على اسد بالشكل ده وممكن اقسمها بشكل ايه؟ بشرط الكاس بالشكل ده. واحد يقول لي يا استاذ ده انا ممكن اطلع هنا ثلاث اصفار اهو مع ثلاث اصفار اهو، ثلاث اصفار ده اهو يطيروا مع الثلاث اصفار دول، يبقى فاضل لي هنا ايه؟ 750 على واحد بيساوي كام؟ 750 750 اه حل 750. واحد تاني يقول لا يا استاذ انا هحط العدد زي ما اتعودت كده اهو 750,000 وبقسم على 1000 احط له علامه بعد كام رقم؟ ثلاث ارقام، ادي واحد اثنين ثلاثه اهو، اقرا العدد كده 750 صحيح برضه، يبقى كده صح وكده ايه؟ صح. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. 7 لتر بيساوي 100 ديسي متر مكعب، مصعب؟ 7 7 ديسي متر مكعب، احسنت. انا عندي اللتر هو هو ديسي متر مكعب. اللتر قد ديسي متر ايه؟ مكعب. يبقى ال 7 لتر قد ال 7 ديسي متر مكعب. اوعى تتخلف. وهيضحك عليك في مساله زي دي تروح تضرب في قلب. ها امنية؟ نص لتر بيساوي كام؟ 500 ملي لتر. احسنت، اتفضلوا. ركزوا بقى في حته النص والربع والخمس والكلام ده. ازاي؟ انا عندي اللتر 1000. اللتر ايه؟ 1000. وعايز اجيب النص. النص لتر. معناه ان انا بجيب نص الايه؟ بس انا عايز اجيب نص اللتر بيساوي كام؟ ملي لتر. عايز اجيب نص لتر بيساوي كام؟ ملي لتر. انا اللتر بيساوي 1000. ملي لتر صح؟ عايز اجيب نص عن نص الالف. طب واحد حافظ نص الالف بكام؟ 500. هيقوم كاتب 500 على طول. ومريح دماغك. طب واحد مش حافظها. لما تحب تجيب نص اي عدد وما انتش حافظه خد العدد واقسمه على كام؟ على 2. يبقى لما احب اجيب نص اي عدد اخد العدد واقسمه على كام؟ على 2. طب لو عايز اجيب ربع العدد يا استاذ خد العدد واقسمه على 4. طب لو عايز اجيب تلت عدد العدد اسمها تاني. طب عايز اجيب خمس عدد طب عايز اجيب سدس عدد طب
عدد قسمه على 6. طب عايز اجيب سبع عدد. العدد قسمه على 7. عايز اجيب 8 عدد. اخد العدد قسمه على 8. واضح كده؟ تعالى نشوف دي. ربع لتر بقى. في ناس حافظاها طبعا واتفقنا لما تحفظ الكلام ده بيبقى ايه سهل عليك. يا عبد الرحمن 250. ليه يا استاذ؟ يا سيدي مش اللتر 1000 سنتيمتر مكعب. اعرف الاول ده اهو كم سنتيمتر مكعب؟ اللتر عندي كم سنتيمتر مكعب؟ 1000. يبقى انا ربع لتر يعني ربع ال 1000. طب ربع ال 1000 اجيبها ازاي؟ ربع ال 1000 هاخد ال 1000 اقسمها على 4 تديني كام؟ 250. معايا كده؟ في ناس حافظه وفي ناس ممكن تجيبها بطريقه ثانيه. تقول لك الربع ده يا استاذ عباره عن نص النص. عباره عن ايه؟ نص النص، يعني النص عندي ب 500. نص اللتر ب 500، يبقى نصهم بقى 250. يبقى الربع نص الايه؟ النص. كده صح وكده ايه؟ صح. في سؤال يجيني بقى يوم قايل لي ايه؟ ربع اللتر بيساوي كام دي سنتيمتر مكعب؟ ربع اللتر، اتفضل يا حبيبي. ربع. اوعى تخدعني هنا وتقول لي 250. لا هو اللتر 1000 دي سنتيمتر مكعب؟ لا ده اللتر هو دي سنتيمتر ايه؟ مكعب. 7. يبقى ربع قد الربع. وصل كده؟ تعالى نشوف دي. 2.5 لتر بيساوي كام مللي لتر؟ استاذ استنى. انا هحول الكبير اهو اللتر هحوله واللتر ده الوحده الكبيره اكبر من متر من الملي لتر يبقى خلاص هضرب. طب هضرب في كام يا ابني؟ قال لي هضرب في 1000 مش اللتر 1000 ملي لتر يبقى خلاص هضرب في 1000. ماشي بس هتقابل مشكله جاي يضرب 2.5 في 1000 انت ما خدتش ضرب الاعداد الايه؟ الكسريه ده عدد كسر خدت ضربه في 10 او 100 او 1000 ما خدتوش. طب والعمل يا استاذ ما حدش بقى المساله؟ لا انت هتحلها بطريقه ثانيه. ازاي؟ 2.5 دي عباره عن 2 وايه؟ ومعاها 5 يعني 2 زائد ايه؟ 5. فانت تجيب الاول 2 لتر بكام؟ وبعد كده تجيب 5 لتر بكام؟ ال 2 لتر اللتر ب 1000 اللتر بايه؟ يبقى ال 2 لتر ب 2000 ومحافظ 2000. وبعدين جايب 5 لتر اللتر ب 1000 5 كام؟ لو مش عارف تحسب 5 لتر اقسم ال 1000 على 5. يبقى مش عارف تجيب 5 لتر يعني 5 ال 1000 خد ال 1000 اقسمه على كام؟ هيديك 200. خلاص مش بقول لك لازم تحفظ الكلام ده اهو 5 الايه؟ اللتر يعني 5 ال 1000 ال 1000 على 5 بقى كام؟ 200. يبقى طلع 5 اللتر ب 200 مللي لتر و 2 لتر طلعوا بكام؟ اقوم رايح بقى جامعهم على بعض اجيب بتاع 2.5 اجمع 2000 زائد 200 يديني كام؟ 2000 و200. طب مش عارف اجمعها كده اجمع احد معها 0 زائد 0 بصفر و0 زائد 0 بصفر و0 زائد 2 ب2 و2 زائد ما فيش 2 طلعت برضه 2000 وايه؟ و200. تعالى نشوف اللي بعده. تمن لتر تمن لتر صفوه احسنت اللتر فيه 1000 يا استاذ. طب يبقى تمنه بقى هنقسم على 8. اخد ال 1000 واقسمها على 8. اخد ال 1000 تروح بقى تقسمها قسمه منطقيه قسمه مطوله المهم تقسمها تطلع لك كام؟ ده انا حافظها اصلا مفترض ان انا حافظ العدد اللي اتضرب في 8 يديني 1000 اللي هو مين؟ يبقى واخدها قبل كده احفظها عشان تحول في الكسور. 8 في 125 بكام؟ يبقى دي سهلة. يبقى ال 1000 على 8 يعني العدد اللي اتضرب في 8 يديني 1000 اللي هو مين بقى؟ عشان كده تمن اللتر ب 125 مللي لتر. ده جميلة خالص. ثلاث ارباع لتر. ثلاث ارباع لتر اتفضلي. احسنت 750 مللي لتر. طب استنى يا استاذ دي حافظها قالت انا مش حافظها. هجيبها ازاي؟ بسيط. لحظة. أنا مش عارف أجيب ثلاثة أروح أقسم على أربعة يديني ثلاث أرباع؟ لا القسم على 4 يديك بتاع مين؟ الربع. القسم على 3 يديك بتاع مين؟ الثلث. القسم على 2 يديك بتاع مين؟ النص. القسم على 6 يديك بتاع مين؟ الثلث. القسم على 7 يديك بتاع مين؟ فانا لما اقسم على 4 يديني ربع. طب يبقى ربع اللتر طلعناه احنا قبل كده بكام؟ ب 250. طب انا عايز بتاع 3 ارباع يا استاذ. ما هو 3 ارباع يعني ربع وربع وايه؟
وربع. الربع الاولاني 250، الربع الثاني برضه 250، الربع الثالث. يبقى الثلاث ارباع بقى اخد 250 واضربهم في كام؟ يبقى اقوم جايب الربع، اقوم جايب الربع اللي هو 250 وضربه في ايه؟ في الثلاثه بقى اللي فوق ده، يديني 750. وصلت كده يا جماعه؟ في حد عنده مشكله في المسائل دي؟